أحسن الله إليكم. هذا الأخ سالم يقول أسأل عن بعض الأحاديث، ما معنى حديث الأرواح جنود مجندة؟ نعم، فسرها آخر، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وكل نفس أو كل روح تميل إلى جنسها، أرواح الطيبين تميل إلى أرواح الطيبين، وأرواح الخبيثين تميل إلى أرواح الخبيثين، وتتآلف فيما بينها، يكون الأخيار مع الأخيار، ويكون الأشرار مع الأشرار. وهذا شيء ملاحظ، أنت ترى الطيبين يجتمعون وينبسطون، وترى الخبثاء والمنافقين يجتمعون على حدة ولا يجتمعون مع الطيبين. نعم.